انا جاي النهارده هقدم اكله من الشرق واكله من الغرب. أوه. انا واحده عراقي. ايوه. واثنين مغربي ان شاء الله. ايه انتمائك للاكل العراقي وللمغربي؟ انت بس سافرتي مثلا او انا سافرت تونس. قعدت في تونس فتره طويله. لا ده انا رحت مهرجان. يعني انا كنت رايحه مهرجان. وقعدت حوالي 3 اسابيع. فيعني عجبك الاكل هناك؟ جدا. كويس جدا. واكل جديد يعني. بص كان حضرتك وقتها ما كانش فيه لسه التعمق قوي في الاكلات المغربي بتاعت المغرب العربي عامه يعني. تونس او الجزائر او المغرب. فكانت بالنسبه لي حاجه جديده. فتعلمتها قلت لا ده انا لازم اشوف الموضوع ده. حلو. موضوع جامد يعني. جامد. فحبيت الموضوع. فعملتيه لجوزك والاولاد عجبهم طبعا. طيب هتعملي لنا النهارده بقى؟ انا هعمل النهارده ان شاء الله سريد. سريد. ده اصلا عراقي. دي اكله عراقيه مظبوط. اساسا هتعمليها بالدجاج. هعملها. هي طبعا بتتعمل بقى بالفراخ وممكن تتعمل باللحمه. بس هي اكتر حاجه بالدجاج. طيب. ولو اتعمل باللحمه بتتعمل باللحم الضاني. باللحم مظبوط. تمام. برافو عليك. هعمل بقى المغربي. المغربي هتعملي له ايه؟ هعمل حاجه اسمها المقلقل. طبعا انت عارف حضرتك. طالما المغرب كمان حل عندنا كده. يعني ادي في القاف كتير. المقلقل ده اصلا اساسه بيتعمل بالسمك. فطبعا غيروه بعدين. ممكن تتعمل باللحمه بالفراخ. فانا استخدمت الفراخ النهارده. والمقلقل اصلا معنى الكلمه ان احنا بنشتغلها في الطاسه من غير ميه. ما هو زي كلام حل عندنا. ايوه بالظبط. كده من غير ميه خالص. زي فكره الشاورما برضو كده عندنا. وحاجه تتاكل في العيش. حلو. وشوربه الحريره طبعا دي معروفه يعني. زي شوربه العدس عندنا. وهي داخلها عدس. داخلها عدس بجبه. مظبوط. برافو عليك. واضح انك انت مش متعلمه الطهي. فاهمه بتعملي ايه وده يهمني جدا. طب هنبدا بيا ست الكل. احنا نحط الاول حاجه اللي هتاخد وقت شويه. ما هي دي. بص السؤال ده برضو في غايه الاهميه. دخلت المطبخ عندك محشي عندك ديك رومي. الواحد لازم يبدا بالحاجه اللي هتاخد وقت. يرتب الحاجات بتاعته. طبعا. هتبداي بايه؟ ابدا بقى الاول بالفراخ. طيب اللي هو الايه؟ السريد الدجاج. هتبداي بالعراقي يعني. نبدا بالعراقي. يلا نتكل على الله. نشوف بقى مقادير سريد الدجاج مع الاخت سالي النهارده حبا في الساده المشاهدين. مقاديره على الشاشه. فرخه متقطعه معانا معلقه من الزيت، بصل مفروم، 3 فصوص من الثوم، جنزبيل بودر، بهارات خليجيه، هنعرف ايه البهارات الخليجيه، معانا حبتين من البطاطس، ومعانا خبز محمر للتقديم. المقادير على الشاشه. حلو الكلام. المقادير على الشاشه. تعالي يا اخت سالي هنا. تعالي النهارده هتنجزك على فكره. هنشوف المقادير على الشاشه. حلو الكلام. المقادير هنقولها عباره عن فرخه متقطعه، بصله مفرومه، وعندنا بهارات. البهارات الخليجية اللي هي ايه يا استاذ سالي؟ البهارات الخليجي بيبقى انا معاك هنا. تمام. انا بيبقى قرفة. وعندنا بطاطس، وعندنا كمان مهم جدا شايفك حاطة الخبز المحمر للتقديم. ده خبز عربي ولا خبز مصري؟ هو الشراك. الشراك. لا اللي هو الشراك. برافو عليك. ده انا لما قلت خبز شراك. ايوه تبقيت ست فاهمة مطبخ عراقي، لان فعلا هو اسمه في الاردن وفي العراق شراك. احنا نسميه في مصر ايه بقى؟ الرواء الطري تقريبا. لا الخبز المرجوك. مرجوك او خبز الصاج. هو شبه شويه يعني. انا عشان بعمل الرواء الطري شبهه شويه. برافو. في العاميه. انت بتعملي ايه دلوقتي بقى؟ انا هحط البصل. طبعا انا تبلت الفراخ الاول. متبلاها يعني من بالليل. من بالليل. شفت عشان الست كل شغاله من بالليل. عشان تعمل كده. انا مش عايزه تلف في المطبخ بقى. ايه وركزي شويه. انت اعتبري نفسك في مطبخك. ده البصل. ده البصل اللي انا متبله بيه. الفراخ هيدي تست عالي. البصل عليه ثوم و بصل التتبيله نفسه واخد البهارات. ايوه واخد البهارات. حلو. واخد الملح واخد كل حاجه. كويس. ومعاه فصين ثوم. شامم ريحه حلوه قوي. حلو. هنحمر البصله. نجيب الفراخ كده جنب البصله. الله عليك. قولي لي بقى لما بتخش المطبخ بتدخلي بحب ولا داخله عشان تعملي اكل للاولاد عشان نوفر؟ لا طبعا. تفرق هنا بقى. لا ما في اوقات بيبقى الواحد ساعات يعني ما انكرش يعني شوف ساعات الواحد بيبقى متضايق يخش المطبخ شويه. وانا الافضل لما تكوني متضايقه ما تخشي المطبخ. لا اعمل حاجه خفيفه بقى. انا برشح كده. مش متضايقه ما تخشي المطبخ. مش محتاجه يعني عمايل. كويس. تبقى حاجه خفيفه بس لمجرد الاولاد ياكلوا. وعلى فكره كل لما بدخل المطبخ اعمل حاجه جديده. ده بيدي يعني الجديد في الاكلات ان انا لما ادخل اعمل لسه هجرب حاجه. ده بيديني باور شويه حتى لو انا زهقانه. مظبوط. اللي هو ايه؟
انتظارك للاكل هيطلع طعمها ايه. يا ترى الوقت ده مهم جدا والرياكشن الاولاد. لكن لو هتعمل اكل تقليدي ساعات بيبقى بيخرب. مظبوط. يعني كل يوم مسقعه كل يوم بشاميل؟ لا 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 كل يوم بقى والمحشيات والحاجات دي بتاعتنا والرز اللي هو العادي. لا انك انت اتجهتي للاكل الشرقي والغرب تغيير. اكتر حاجه بقى بتخش المطبخ تعمليها ايه بحب؟ الفراخ تحمريها مع البصله. حلو تاخد لون شويه. عشان كده فرخه كبيره كمان. يلا عشان ناكل كلنا. ايوه زي الفل. لا تستني ناخد بقى الصوص ده كمان. حلو. الصوص. ايوه حلو الكلام. قولي لي بقى دخلت المطبخ ايه اكتر اكله ممكن تعمليها بحب؟ لا اكلات كتير كتير. داخله تعمليها حبه تعمليها خصوصا لو حاجه في الحلو بقى. تعملي حلويات. احنا هنجهز لك اسئله حلويات دلوقتي. بصوا معانا الساده المشاهدين. مدام ياسمين ازاي؟ مدام ياسمين ممكن توطي استاذنك وطي التلفزيون شويه بس. ايوه مساء الخير يا شيف احمد. مساء النور. ازاي حضرتك عامل ايه؟ كله تمام الحمد لله. وبنشكرك على البرنامج الجميل ده والحاجات الحلوه. معانا الاخت سالي عبد الوهاب دايما. الاخت سالي عبد الوهاب جايه النهارده حبا فيكم. ربنا يخليها يا رب ودايما كده تقدم لنا ناس حلوين زي سالي كده. ربنا يخليك يا رب يا ياسمين. انتوا تعرفوا بعض؟ صوتك منوره. لا خالص. طب الحمد لله. ايوه يا ياسمين قولي. يعني بالنسبه لي سالي النهارده بتقدم اكله جديده طبعا الاكل العراقي والاكل الاسلامي فحاجه بالنسبه لنا جديده برضو جديده على المطبخ المصري بتاعنا. ما هو هقول لحضرتك على حاجه ان احنا نتواصل مع الشعوب الاخرى او مع البلاد الاخرى او مع الدول المجاوره بالاكل طبعا بالاكل ونروح نعمل عمره في السعوديه بنيجي بتعلميني الكبسه. ايوه على طول تلقائي. تلقائيا ناكل كبسه بكل مظبوطه يعني معناته أيوة. بنحب الشعب السعودي. رحنا على العراق جبنا سرير الدجاج يعني معناته بنحب الشعب العراقي وهكذا يعني. طبعا طبعا احنا كعرب كلنا اخوان طبعا. طبعا يا ست الكل. سؤالك يا ست الكل. يا ريت سالي بقى انا ما لحقتش البرنامج من اوله تقول لي التتبيله بتاعت الفراخ دي كانت ايه؟ ايوه هو ده الاهم. عايزين نعرف تتبيله سرير الدجاج. بصي بقى يا ستي. ده هتكلمك بقى من غير ورقه ولا قلم ولا لا إيه ولا ورقه ولا قلم ولا حاجه. احنا احنا عالم مخلصه ما ينفعش ولا ورقه. ايوه هو ده. قولي. بصلتين يكونوا حلوين كده على حسب حجم الفرخه. حلو. تمام. وثلاث فصوص ثوم. تمام. ومعلقه جنزبيل وملح وفلفل وبهارات خليجي. ايه بقى البهارات الخليجي؟ هو ده اللي عايزين نعرفه. لو انت هتعمليها في البيت حبهان قرنفل. ما هي لازم تعملها في البيت. تعملها فين؟ لا في عند الجيران. لا في ناس بيشتروها جاهزه من العطار البهارات اللي هو البهارات تركيبة البهارات. هو ده اللي انا ببص يا اختي السائل قبل ما تبتدي الموضوع ده. انا حريص كل حرص من اول ما اشتغلنا مع بعض في برنامج شيف ونص ما بستخدمش اي مكسبات صعب خالص ولا مكسبات. البهارات بحضرها بايدي اللي هو عشق البهارات. واخده بالك يا سالي؟ طبعا. فانا بعملها في البيت. قولي لنا البهارات الخليجيه هي التركيبه بتاعتها من وجهه نظرك. بص هو طبعا اهم حاجه اهم حاجه ان دي بتختلف من واحده للتانيه. في ناس ما بتحبش مثلا طعم الكمون ما بتحبش طعم الكزبرة كده. هي انما الاساس فيها لازم قرفه وقرنفل وكزبره ناشفه. ايوه. وحبهان طبعا ده اكيد اللي هو الهيل. ايوه اللي هو حب الهيل بالظبط. وقلت ايه تاني؟ مسمار. اللي هو القرنفل. احنا عندنا بنقول عليه قرنفل. واللومي. واللومي العماني. اللوم العماني. برافو عليك. ده اساسي. يعني سالي عايزه توصل معلومه مهمه جدا. لو انا وسالي دلوقتي دخلنا على السوبر ماركت نشتري بهارات كبسه او بهارات سرير الدجاج او بهارات رز برياني وخدنا من على الرف ورحنا نحاسب عند الكاشير وروحنا البيت الاكلتين هيبقوا زي بعض. مظبوط يا سالي ولا لا؟ طبعا. لان احنا الاثنين اشترينا بهارات من مكان واحد بنفس الطعم. فهي قالت معلومه مهمه جدا. في البعض ما بيحبش الكمون في تركيبه البهارات، البعض ما بيحبش تركيبه الكزبره، البعض يحب يقلل الهيل الناعم عشان الاكل ما يكونش مر. شايفك انت بتفكري قولي لي عايزه بس وانا اجيب. لا انا بدرك جنزبيل. الجنزبيل كل حاجه موجوده هنا. انا النهارده المطبخ العربي السعودي او الخليجي فهتلاقي البهارات العربيه الخليجيه كلها موجوده معانا. وعندك كف كده خمسه وخميسه موجود قدامك. واخدها بالك يا استاذ سالي؟ هنا قدامك. ايوه طبعا. ايوه عند الشيف الصغير. لسه واخده بالك. في كل البهارات العربيه اللي انت عايزاها. تمام. بتيجي هنا جنبي عشان اتعلم منك. انا بس اصل دي نار عاليه شويه فانا قلت ايه كده انت جاي النار عليها شويه. لا بس لسه برضو بحط حاجات. تمام. احط البطاطس. البطاطس تحطها على الوش بالظبط.
بالظبط كده. لو عرفت اي حاجه قولي لي انا مستعد اساعدك يعني. عيني طبعا انا عارفه. انا مضبوط عندك يا شيف اصلا النهارده يعني زي الفل. اه بس احنا مريحين. البطاطس قطعتها مكعبات. اه طب ممكن بدل البطاطس دي يكون قلقات؟ ايه المشكله يعني؟ مش هيقول لا. ما هو المطبخ مش دستور. هو ماشي بس هو سريده بالدجاج والقلقاس ممكن، وممكن كوسه، ممكن بسله. اه مظبوط برافو عليك. بس هي الاصل بتاعتها بطاطس. ما احنا بص الاكل احنا بنرجع لاصل الاكله، ولما نغير فيها ما نغيرش من الشكل ولا الطعم، احنا نغير بس مجرد ان هو التغيير اللي انت ركزت عليه في البدايه اللي هو الروتين، نطلع من الروتين. فمره مره بطاطس مره قلقاس هتبقى زي الفل. تسلم ايدك. زي الكبسه كده معروفه ان هي باللحم الضاني اللي احنا نعملها بالدجاج. ده في كبسه دلوقتي باللحمه المفرومه معرفش ازاي عملوها. انا شفتها واحده عملتها لي باللحمه المفرومه حلوه اهي. لا يا ربي المقلوبه معلش. المقلوبه عملتها لي باللحمه المفرومه. لا ممكن عادي باللحمه المفرومه. اه لكن الكبسه لا. ياكلوا منها. لا تسلم ايدك. هو كده ده شغال زي ولا شغال زي الفل. طيب تمام. طيب خلصنا من السري ده. وهنحط بس تعالي. اللي هو الايه البقدونس. تعالي معانا، تعالي معانا هنا جنبنا. هاي ناخد بقى بقدونس كده شويه. طيب حاضر. هنفرم البقدونس. نفرمه ناعم. طيب ماشي زي الفل. هتبقى الطاسه دي ناحيه عشان ما تداريش عليكي. الطاسه اللي جنبك دي يا استاذه سالي. تحب نقول لك يا شيف سالي ولا يا مدام سالي؟ عندك اولاد؟ طبعا. طب هات الفوطه الناحيه. عندك اولاد؟ طبعا عندي. عندك عندي ثلاثه. ثلاثه؟ اسمهم ايه؟ احمد 10 سنين. ايوه 10 سنين. وحنين 7. ومريومه اخر العنقود بقى ربنا يخليها هي 5 سنين. بيحبوا ياكلوا من ايدك طبعا. طبعا ولا من ايد جدتهم؟ لا دي جدتهم دي حاجه ثانيه بقى. حاجه ثانيه. انت كمان بتحب تاكلي؟ طبعا ربنا يخليكم لبعض يا رب. ربنا يخليك يا رب. كويس. بتعملي عزايم بقى كل يوم الراجل؟ على فكره انا بتكلم على جدتهم اللي هي حماتي. حماتي؟ انا والدتي متوفيه. لا ست عظيمه والله. فحماتي احنا يوم الجمعه لازم بنستنى يوم الجمعه ده. طبعا. والاكلات بقى اللي بتعملها لنا ايه؟ اللي الاكله اللي بتعملها يوم الجمعه على طول كلكم مع بعض؟ لا بص يوم الجمعه بصراحه هي بتدلنا اجهزه. اقعدوا انتوا بقى كده وانا اللي هعمل الاكل. بجد والله؟ والله. والله الست دي عظيمه. لا لا عندهاش يعني. عروسه ليا؟ ايه؟ عندها واحده صغنونه حلوه كده اسمها هبه. يعني يوم السبت يوم الجمعه دي تقعدكم في البيت؟ مفيش حاجه. لا لا خالص. وما بتطلبش يعني ما بتقولهاش مثلا تعالي اعملي انت كذا. لا لا, لا لا خالص. بكبير وقوي نودي الاطباق على السفره. يعني نرجع للزمان احسن حاجه واحنا صغيرين. بالظبط كده. هي الموضوع مش موضوع اكل، موضوع الجو اللي انت بتقولي عليه ده. ولا واللمه كمان دي اهم واللمة. حاجه. برافو عليك. يبقى كده احنا حطينا بقدونس على الوش. تمام مظبوط. طب مش كنا نستنى بيه شويه عشان لونه ما يسودش ولا وقت التقديم؟ انا لا ما انا وقت التقديم هحط. بس هو عشان يدي الطعم. ياخد الطعم. برافو عليك. ماشي. بس انا عايزه بس ايه هو كده الميه ما بتغليش؟ النار مش عاليه؟ لا. تحب اولعها لك؟ نطلع فاصل؟ عينيا الاثنين. تعالى يا استاذه سالي هنا. تعالي جنبي هنا عشان نسمع كلامك الكبير. اسمع كلامك الكبير ولا لا؟ الكبير بتاعك مين؟ إيه؟ جوزك اكيد. اكيد طبعا. ده بص للشاشه. الكبير بتاعك مين؟ جوزي. وانا حره فيه. تعالى نسمع كلامك الكبير ونطلع فاصل صغير ونرجع نشوف مع بعض المطبخ من الشرق والغرب مش من شيف ونص النهارده. بتعملي ايه النهارده؟ ده بقى احنا ده كده نبدا في المقلقل. المقلقل؟ لازم نقول مقلقل كده يعني. حلو. هي كده اسمها قاف لام قاف. ايوه. ده بيبقى الفراخ بانيه. مش بقى صدور فراخ. صدور فليه. فراخ اللي هي الفيليه يعني. وانا متبلاها ببهارات وفلفل حراق بس. بس بهارات وفلفل اخضر حار. وملح وفلفل طبعا. طب نشوف مقاديرها على الشاشه. مقلق للدجاج يا استاذه كريستين. مقلي للدجاج المغربي. قطع دجاج فيليه. صدور الفراخ. معانا قرفة عيدان، معانا شبت، طماطم وبصل، فلفل رومي، زيتون شرايح، ومعلقة زيت زيتون مش معلقتين. المقادير على الشاشة نشوفها مع بعض. مقلقل الدجاج من المطبخ المغربي، فيليه من الدجاج، قرفة عيدان، شبت وطماطم وبصل، ومعانا زيتون شرايح، ومعانا كمان زيت زيتون وطماطم وشبت وبصل. يعني شويه خضره انا شايفها مركزه على الشبت. الشبت هي اصلها شبت. واحب اقول لك يعني بس يعني عايز اقول لحضرتك حاجه. اتفضلي. ان المطبخ المغربي مشهور قوي بالمخللات جوه الاكل. مظبوط. الليمون المخلل. الزيتون الاخضر، الزيتون الاسود، الشرايح. ونصيحه يعني اللي يعمل حاجه مغربي ويحط حاجه مخلل. ما يحطش ملح كتير.
لان فيه مخللات. يعني مره دقتها من واحده كانت عامله فراخ وحاطه ليمون مخلل وحاطه ملح. الحكايه كانت مش يعني مش خالص. شكلك فرحانه فيها يعني. خالص. يعني سالي عايزه تقول زي ما بنستخدم الصويا صوص في الاكل بنبعد الملح عن ايدينا. اذا احنا استخدمنا نوع من المخللات سواء خيار مخلل اللي هو الكبيس او زيتون شرايح او ليمون مخلل او جزر في الاكل نبعد الملح خالص. ده مهم جدا. يا فطوم. السلام عليكم يا حاجه فاطمه. ازيك؟ ندلعها برضو الشباب كله. ازيك يا حاجه فاطمه؟ سلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ كله تمام الحمد لله. ومطبخ ونص بتاع حضرتك جميل. الله يبارك لك. والنهارده الضيفه بتاعتك حلوه جميله. سالي معانا. سالي ابو وهاب. سالي بتعمل اكل حلو النهارده. يعني تقريبا اول مره نسمع عنه النهارده. تسلم ايديكي. وحاجات جميله وزيت الزيتون اللي بتستعمله حلو ومفيد. ده انت الاجمل والله. ربنا يخليك يا رب. سؤالك يا حاجه تحت امرك. لا الاكل اللي هي بتعمله النهارده ده جديد حلو. الاكل اللي هي عملتها العراقي دي جميله. طب رايك نجيبه عندك تكاوي دليفري؟ ايه. سلفت ضحكتك. ليكي سؤال تحت امرك. الله يخليك. هو احنا بنتعلم بقى منكم اهو الحاجات اللي انتم بتعملوها بنقدر احنا نعملها بتطلع جميله برضو. تسلم ايدك. تسلم يا سيدي. اسالي السؤال اللي سالي معانا النهارده متخصصه في الشرق والغرب. الاكل اللي انت بتعملها دلوقتي الكسكسي. بتسالك بتقول لك الكسكسي بتاعك. يا ما عرفتيش الكسكسي. انت لما تقول الكسكسي. طب انا اهو بالنيابه عنك. الكسكسي بالعلوش. قولي لي العلوش اللي هو ايه؟ لا ما اعرفش. تبقى ما راحتش. بصي بتحرجني علينا. هم بصي الاعلاميين. انا بصي ده انا قعدت ساعتين. اول غلطه ليك اول. قعدت ساعتين اعرف يعني ايه ده. راحت تونس وراحت المهرجان وبتحب اكل الشام. لا ده مش مهرجان اكل خالص. العلوش اللي هو الخروف الصغير في المغرب او في تونس. كسكسي بلحم العلوش يعني كسكسي باللحم. طب والله كويس. حلو تعلم. لو قلت لي البقدونس اسمه ايه تبقى رحت على تونس. لا معلش برضه بره صراحه يعني. اقول لك البطيخ ماشي. اقول لك فاكهه السفرجه دي اللي عندهم حاجه رهيبه كده. قول لي الحكايه بالظبط. بالظبط كده. طب انت عارف اهو البقدونس اللي هو المعدوس. شفت بقى ازاي المعدوس. بقدونس سموه المعدوس في تونس او في المغرب. لا طب كويس معلومه. لا انا مره كنت بدور على النت على اكله وبعدين لقيت حاجه مش ايه الدرسين. الدرسين نحط الدرسين. الدرسين ده ايه؟ وادور عرفت ان هو القرفه. قلت الدرسين ده حاجه يعني. الدرسين ده ايه؟ ده صوص ده ولا ايه؟ ولا قلت زي العسل والله. الله يخليك. ما هو الست البيت ان هي تبحث عن حاجه معينه هتوصل لمعلومات كتيره بطريق وصولها لده. ده انا قعدت فتره كمان اول ما اتجوزت مش عارفه فرق ما بين ورق الغار ورق وكيل الجبل. لغايه دلوقتي. لغايه دلوقتي هما الاثنين واحد. لا مش هما الاثنين واحد. ورق اللورا. الورق اللورا والجبل اللي هو الرزماري. 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 والثاني اللي هو ورق الغار اللي هو ورق اللورا. ورق اللورا. ايوه برافو عليك. طيب قولي لي القرنفل. المسمار. المسمار ده ده معروف. برافو. ايه ثاني؟ وانا اقول لي اي حاجه وانا اقول لك عليها. ايه ثاني؟ ما فيش. كلها الكركم العوده الصفراء. اللي يسموها في الخليج العوده الصفراء عشان لما تقراها في كتاب العوده الصفراء اللي هي الكركم. والبعض يسميها الكاري بس هي الصفراء اكثر حاجه. وعلى فكره الكركم مفيد جدا ومشهور بيه المطبخ المغربي. طبعا قولي لي دلوقتي المقلقل ده لازم يستوي على النار من غير ميه ولا اي حاجه؟ لا 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 خالص. هو خالص من غير توابل. لا بتوابل. بنحط ملح وفلفل. التوابل مع اللحم وهي بتتقلل. ارفع عيدان. كويس تمام. بس كده. وهو بقى دي بيتقدم معايا بقى مدام سالي. دي بالعيش. بالعيش. بتتاكل بالعيش. بالعيش. برافو عليك. زي فكره الشاورما عندنا. حلو. ده فعلا نفس فكره الشاورما مع خضار. او مكرونه زي ما قالت الاستاذه اماني. تحب المكرونه مثلا. ممكن. وممكن تتحط تتسرق مكرونه ويتحط ده عليها. دي فكره برضه. مكرونه سباكيتا ومكرونه بنت مثلا. كده. طيب حلو. المكرونه ممكن فعلا عشان لو فيها اطفال على السفره كمان تبقى جميله. تمام. او بطاطس مقليه. او بطاطس مقليه مع العيش برضه تبقى شكلها. قولي لي بقى سؤال مهم جدا. تمام. قلت لي انك شاطره في الحلويات. انت عندك بنوته. اوعى تحرجني تاني. عندك بنوته اسمها ايه؟ عندي حنين ومريم. جا حنين ربنا يديها الصحه يا رب ويطول لك في عمرها ويبارك لك فيها. جالها عريس. فتعملوا حاجه حلوه.
ايه هتعملوا له حاجه حلوه ولا مش هتعملوا له حاجه ولا اعرفه ولا تعرفيه الحمامه ما تنسعيش خالص لا خالص طب قولي لي هتعملي ايه حلو لو جالك مفاجاه كده انا بحب اعمل التشيز كيك قوي بكل انواعه بارد ولا سخن لا بحبه البارد طب قولي لنا يتعمل ازاي في بقى في اماكن كتير في الشوكولاته في الكراميل اعملوا لنا بالشوكولاته ده اشهر حاجه الشوكولاته بالشوكولات انا بحط كريمه لباني طبعا على الجبنه اللي هي قولنا من البدايه وكلمي الساده المشاهدين انا قلت لك عكس الراجل ده الراجل الطيب ده ما انا كنت جيت عملته يا شيخ خلاص قولنا الشيز كيك اتعمل ازاي بالشوكولاته الاول طبعا بسكوت الديسك اللي بيتحط تحت اللي هو البسكوت البسكوت بقى طالما احنا هنعمل شيز كيك شوكولاته يبقى الديسك لازم يكون بسكوت عادي اللي هو البسكوت الشاي الديسك ده الرغلفه بتاعه القالب اللي هو في اللي هو اللي هو القاعده الاولانيه دي بحط عليها طبعا زبده عشان تمسك نفسها طبعا بدل ما بيطحن خالص ولو عايزين معلقه كريمه لباني بقى جميل قوي عشان يمسك نفسه كويس. وبيتحط في الثلاجه شويه قبل ما بيتحط في الثلاجه بكون انا بعمل ال طالما بالشوكولاته يبقى بارد تمام انا بعمله كريمه لباني كريمه لباني عليها جبنه جبنه كيري اللي هي او الجبنه اللي هي ماشي ما فيهاش ملح يعني ممكن جبنه قشطه اللي هي اللي ما فيهاش ملح خالص جبنه كريمه قليله الملح بالظبط كده ولبن باودر بحط معلقتين لبن باودر طيب حاضر تمام حاضر وايه تاني الله يسامحك يا استاذ انا ولا مين لا ده انا بكلم اختي وبحط طبعا 3 معالق كاكاو او لو عايز يعني ممكن عندنا الشوكولاته مثلا نسيحها الشوكولاته من الشوكولاتات الجاهزه اللي هي بتبقى ليها فليفر حلو بنسيحها وبنحطها على الموضوع وسكر باودر علشان الجبنه بس وبعدين بنقلب كل دوت وبعدين بنحطه بقى فوق ايوه طيب حلو الكلام بتقول لك الاستاذه التشيز كيك بالشوكولاته اكتر حاجه يحبه اكتر من السخن تسلم ايدك تسلم طيب قولي لنا بقى الخضره ديت احنا دلوقتي بقى نعمل الشوربه الاول الشوربه طب نعمل الشوربه عشان تاخد وقت على النار حلو هات النار الشديده هنا ما انا اجيب لك نار عاليه عشان تطلع معاك هنا النار دي يا استاذ من عارفه انا عايزه الحله نستخدم الحله ديت اللي هناك فين؟ لا طب في حله ثانيه تحت هنا شفت كانت مستخبيه فين؟ معلش زي الفل كانت مستخبيه بقى هنعمل طبق شوربه دلوقتي نشوف مقاديره على الشاشه مع بعض انا النهارده دلع معانا ضيفه طبعا من معجبين البرنامج وبتعمل اكل بحب يعني الموضوع ما ناخدوش ايه زي الفل طبق الشوربه ايه النهارده شوربه الحريره الحريره شوربه الحريره ديت زي شوربه العدس عندنا في مصر كده او زي ملوخيه بالجمبري نلاقيها دايما على طول في المطبخ هناك عندهم نشوف مقاديرها على الشاشه مع بعض وهنتكلم عنها لان فيها اقاويل كتيره شوربه الحريره المغربيه لحم مكعبات ويكون بتلو معلقه من السمن بصل مفروم كرفس بقدونس اللي هو المعدوس كزبره خضراء وعدس بجبه جنزبيل بودر حمص كركم وطماطم وملح وفلفل يا ريت يا استاذه سالي تقول لنا المقادير بنفسك استاذه المشاهدين بصلايا ولحم متقطع مكعبات صغيره كويس في ناس بتعملها باللحمه المفرومه لا بس هي باللحمه دي افضل عشان طبعا افضل عشان الاكله تاخد حقها عشان الشوربه عشان تعمل مرقه حلو انما اللحمه المفرومه مش هتعمل مرقه حلو ايه تاني؟ عندنا حمص الخبز اللي انت بتغرفي فيها ده كده الاول كده ما شفتهاش دي انت مجهزاها من بدري؟ ده مش تفرجين عليها؟ من بالليل طب قولي لي ده جبت عجينه الملفي وعملتيها؟ ايه ده لا ده الكايزر العيش الكايزر وفاتحه وشه كده ونشفتيه في الفرن ونشفته في الفرن برافو على افكار عملتيه شكل مركب ولا ايه؟ يا قالب كده حلو برافو عليك لطيف وريه للساده المشاهدين وريهم انت عملتيه ازاي ده مهم جدا قطعت وشه كده جابت الكايزر بتاع البرجر وفرغته سندوتش البرجر شالت الوش اللي فوق وشالت العجينه اللي جواه اللي هي اللبابه بتاعته ونشفته في الفرن افكار جميله جدا وعملته كده زي الطواجن برافو عليك بالظبط كده لان هو اصلا بيتاكل بالعيش فانا قلت كده تبقى يا سلام يعني مع تقديمه وجبه حلوه لطيفه كده والاطفال هيحبوها ماشي حلو تمام مش موجود العيش اللي هو المدور ده نجيب العيش الطويل يبقى شكل مركب يبقى ناخد حته من هنا وحته من هنا كده ناخد شكل المركب ونفضيه برده ونحط فيه الحشو افكار دي كلها ممتازه تسلم ايدك يا سالي والله ربنا يخليك يعني احنا تلامذتك برده شيخ لا ده زي الفل انا مبسوط منك بجد شغلك حلو قوي ده بقى كده هنزينه بالمايونيز يكسر بس مايونيز او مثلا
او لبنة او اي مكان. وفي ناس تحط تومية بقى. يا مدام نيل ازيك؟ الو ازيك يا شيف؟ اهلا وسهلا، بنور الدنيا كلها يا شيف. الله يبارك لك. اي ما شاء الله عليك، والله اكبر، الشاشة منورة بكل اللي انتوا بتقدموه ده. انت اللي عيونك جميلة والله يا ست الكل. الله يخليك يا شيف، امورينا تحت امرك. البرنامج جميل وحببنا في المطبخ وحببنا في كل دخول المطبخ، كلنا بنحب دلوقتي نعمل الحاجات الجميلة اللي انت بتقدمها لنا. ربنا يكرمك يا مدام نيلي. ما شاء الله، الله اكبر على مدام سالي، منورة الدنيا كلها. بتعمل لنا النهاردة شوربة الحريرة جميلة. بنتعلم اول مرة نتعلم الحاجات الجميلة دي يا شيخ. لا تحت امرك يا مدام سالي، نورة. ربنا يخليكي، ده نورك والله يا حبيبتي. مدام سالي مركزة خالص في الاكلة، منورة. احنا بنتعلم منك يا ربنا يخليك. ده انا اتعلمت منكم، وتعلمت واحنا بنتعلم من بعض، يعني كل الناس بتتعلم من بعضيها بقى. شاطرة من زمان كده. ايه بقيتي شاطرة ازاي؟ تقولي كده شاطرة؟ لا ده انا كنت خايبة خالص. اسكتي. لا ده انا كنت خايبة. حماتها اللي علمت. لا 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 لا، حماتي. انا اول مرة اشوف حما تعلم حماتي ابنها كويس. حماتي يعني ابنها مش هيروح عندها ياكل خالص. حماتي حفزتني. حفزتك جدا طبعا. هي عايزة تريح نفسها كل يوم، الراجل رايح ولا عايز ياكل. لا 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 دي على البذا العسل. لا 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 ربنا يخليك. نعمل الذكر السيد. علمينا بقى البيت عشان نبقى شطار زي كده. ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك يا جميل يا رب. قولي لي عارفه اقول لك ايه؟ عايزين نعرف الكانيلوني بيتعمل ازاي. الله، الكانيلوني او الكراب، العجينه بتاعت الكراب. الايه؟ العجينه بتاعت الكراب. عينيه. حاضر يا مدام نيلي، ليكي سؤال تاني تحت امرك. شكرا يا انا بشكرك. شكرا جزيلا. شكرا. هنجاوب على سؤال مدام نيلي طبعا، الكانيلوني بيتعمل ازاي. سالي هتقول لنا الكانيلوني بيتعمل ازاي. طريقه سهله تعملوا لاولاد عشاء بالليل، بس لازم يا سالي نسمع كلام الكبير. ركزي معايا يا سالي. طبعا. طيب نسمع كلام الكبير ونطلع فاصل صغير ونرجع نشوف مع بعض شوربه الحريره. معانا سريده الدجاج من المطبخ العراقي، معانا الدجاج المجلجل. يعني مثلا تعودنا ناكل بالساعه ملوخيه بالارانب، الكشري بتاعنا، بس اولا هو مميزه حتى في الاسره بتاعتك. اصل هقول لك على تعملي جديد. هقول لك على حاجه. هو برضو بيبقى الزوج له عامل مهم جدا. في ايه بقى؟ في زوج ما بيحبش الجديد. يقول لك انا ما جوزك عايز تغيير على طول. على طول، بس ان هو يغير. بيحب يعني انا اتعلمت المطبخ الصيني بسبب ان هو سافر الصين. الله. رجع محمود بدل ما اجيب لك صينيه. على ايه؟ لا نتعلم احسن يعني. لا برافو عليك. لا نتعلم احسن. لا جدع جدع شاطره. ايوه نتعلم طبعا. اتعلمت الاكل الصيني طبعا. بدات بقى اقعد على النت ويوتيوب بقى ومش عارفه ايه وحاجات كده. طبعا طبعا. النت جاي الراجل بيرطم صيني. نخاف منه الحكايه دي. لا جدع برافو عليك. فتعلمت بقى حكايه الاكل الصيني دي، وبقينا كل ما نروح مطعم صيني وندوق يقول لك اكلك احسن. لا غير كده كمان، حتى لو بلاقي اكله جديده بعملها. ما هي الاكل الصيني كمان لذيذ وسهل. وسهل جدا. وصحي. والولاد بيحبوه. واخد بالك؟ وبيعتمد على الخضار. وعلى فكره عايز اقول لك مفيد جدا للمعده، يعني هادئ على المعده، مش زي الاكل بتاعنا المسبك. ولا انت رايك ايه؟ صح. قولي لنا بقى اكله صينيه انت بتعملها حلوه قوي. اقول مثلا حاجه السي فود مثلا. هي بص، هي ممكن تنفع سي فود، ممكن تنفع فراخ، ممكن تمام. حلو. بصلايه على توم كده. طبعا البصلايه تاخد شويه على النار. وبعدين التوميه عشان التوميه تتحرق بسرعه. بعد كده ملح وفلفل. وبعدين بنحط بقى البروتين اللي انا هحطه بقى، سواء كان لحمه او فراخ او سمك. او لو السي فود عامه. وبعد كده صويا صوص. اللي هي صوص المحار. تمام. مع شيف ونص النهار. تمام. ملح وصويا صوص ما يركبوش مع بعض انا خالص. قلت ملح صح؟ لا ما حطيتش ملح. انا عشان عارف. بص اصل انا ملح وفلفل. ملح وفلفل كده. واضح ان ممكن يكتبوا ورا حاجه. لا 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 طبعا، لانك يعني بتعملي اكل بحب غير شيف ده شغله. لا صح، ما ينفعش يتحط مع ملح مع صويا صوص خالص، ما ينفعش. فاحنا صويا صوص يا ملح. صح. الاكل الصيني من غير صويا صوص بس الصيني ما ينفعش. مظبوط. لا وبحط صوص محار وكاتشب. مظبوط. وبعد كده بقى الجنزبيل زي حضرتك قلت. وبحط خضار، بس لازم يكون من ضمنه اللي هو عارف الملفوف او الكرنب. مظبوط. او السبانخ. او السبانخ، بس هو الكرنب بيبقى حلو قوي مع السي فود. او الملفوف الصيني
اللي هي بالطويلة دي مش موجودة في غير في الأماكن موجودة في أماكن سوبر مش موجودة، فأنا بستعوض عنها عن ال أو البروكلي أو الحاجات دي وبالحاجات دي بالظبط كويس. وبيستوي بقى بيبقى الصوص بتاعه هو الصويا صوص وصوص المحار والكاتشب، ولو معلقة نشا عشان تدي قوام وشربة ده في الآخر بقى تدي قوام بعد ما الحاجة تستوي بحط معلقة نشا أو معلقة دقيق في حبة ماء صغيرين كده علشان الصوص يتقل ما يبقاش صايص. قلت لي واحنا في الفاصل بندردش مع بعض انك بتحب الاطفال وبتعملي برامج اطفال، بتعملي اكل للاطفال ولا لا بحكي حكايات. انت ما تحكي لي حكايه، انا طفله، انا حموده الصغير ولا حماده؟ طب قولي لنا بقى، طب تفاجئني كده على الهوا، قولي لنا بقى كده حاجه كويسه للاطفال. طيب نقول وانا بغرف. تمام، صل على النبي عليه الصلاه والسلام. كان في مره بلد قريه، بس ده ما يأثرش على الوقت بتاعنا وفي الاخر لا خلاص. ناكل هوا ما ناكلش على الاكل بتاعنا، يا تاكل حدوته يا تاكل فراخ بقى. كان في زمان بلد ديت بلد بحالها بقى، شوف هنتكلم عن البلد بحالها. اهلها ناس مش طيبين حال مش قوي يعني. ماشي. قوم ايه دايما متخانقين ودايما زعلانين. شوف انا هقولك على حاجه، واضح انك انت الاكله ديت حرقت البطاطس والدجاج. طب انا قلت لك علي لي العيد انت اللي لا الحكايه دي بعد ما نخلص، انا بحب الحكاوي دي خلي بالك. طيب ايوه كويس ماشي، البطاطس وبعدين عليها الدجاج. انا هحط البطاطس كويس لوحدها. يعني انت عارفين يعني هي تعرف حكاوي وتعرف تقول نكت، الحاجات دي كلها برضو تغيير مود في البيت، ده مهم جدا. لا ده انا مسليه جدا عشان تبقى فاهمني. واضح كمان انك انت الافكار الجديده في المطبخ متابعاها كويس. هنحط الدجاج على الوش طبعا عشان الصوص بقى يعني ايه قرب ينشف خالص. يا مدام مروه ازيك؟ مدام مروه الو مساء الخير. مساء النور، منور يا شيف البرنامج، وصراحة بحييك على الضيفه اللي معاك النهارده. باين عليها ان هي شاطره جدا يعني ما شاء الله عليها. ربنا يخليكي، ولا شاطره ولا حاجه، ده انا واثقه عمال يحرجني اهو. جيب الدجاج الناحيه دي يا سالي عشان نشوفه، انت فين لوحدك ولا ايه؟ لكن لوحده يقدر. شوفي ايه الاكل جميل جدا ما شاء الله استاذه يعني. ربنا يخليكي يا رب. ميرسي. انا بس كنت عايزه اعرف العيش اللي انت حاطاه في السرير دوت، انت قلتي عليه اسمه اشراق تقريبا. عيش اشراق بعمله خبز اشراق ده بتجيبيه مثلا من مكان معين ولا هو موجود فين؟ لا انا عاملاه. انت غيرت اسمه؟ ده انت اللي عاملاه؟ انا عاملاه في البيت تمام. وانا اعرفه باسم الاشراق. انا الشيف لسه دلوقتي بيقول لي على اسمه هنا، انا اول مره اسمع اسمه هنا. بصي يا مدام، خبز الشراق اللي هو خبز الصاج او المرجوك، الخبز السوري اللي بيتباع دلوقتي في المحلات. طيب ده ممكن يبقى ليه بديل مثلا نعمله؟ موجود كتير على فكره، بتعمل مع سندوتش الفلافل، سندوتش الشاورما. وانا بعمله في البيت عامه، انا بعمله في البيت عشان كده. ما طب ايه مقاديره لو انا حابه ان انا اعمله في البيت؟ هقول لك. طب مقادير خبز اللي انت عملتيه في البيت يا سامي. هقول لك. بص يا سامي، انا بجيب كوبايه دقيق. هتتصل بقى كده على جنب كده عشان نشوف الفراخ مع بعض وقدمها للساده المشاهدين، وقول لهم بألف انا وشفا. بألف انا وشفا. للي ياكل. حطها لنا كده. ايوه. الله. البرزنتيشن بقى دونس. قول لنا مقادير خبز الشراق. كوبايه حط لنا الطبق كده. ايوه. كوبايه دقيق. ايوه. نص كوبايه ميه. الله. ربع كوبايه زيت. تاني بقى نقول كام؟ كوبايه دقيق. تمام؟ دي ابيض ولا دي اسمر؟ لا دي ابيض. هو اتعمل ساعات بيبقى لونه اسمر شويه. اللي هو بيسموه خبز الصاج ده انا بعمله بدي اسمر. ماشي حلو. تمام؟ دي ابيض. و قلنا كوبايه دقيق ونص كوبايه ميه. حلو. وربع زيت. حلو. احنا نازلين تحت اهو. حلو. كوبايه نص ربع. حلو. تمام؟ ايوه. ومعلقه بيكنج باودر. سوري ربع معلقه بيكنج باودر، معلقه كامله يعني. بس وبعد ما بنعجن العجينه بنسيبها شويه تهدى، هي مش بتتخمر. بتهدى شويه. تمام. وبعد كده بفرده بالنشابه. يكون رقيق قوي زي الرقاق. يكون رقيق زي الرقاق الطري بالظبط. حلو. نفس الرقاق الطري. وخلاويص على كده بنحط بقى في الطاسه. حلو. زي والطاسه لازم تكون مدهونه زيت. في سؤال احنا كنا اتسالناه، وعلى فكره انا محمصاه. متحمص يعني هو ما بيطلع طري. حلو. زي الرقاق الطري بالظبط. حلو. بس انا بقى محمصيه علشان تقدمي مع الاكل، علشان يبقى مقرمش كده لطيف يعني. بس الشوربه بقى قولي لي بقى اخر حاجه بتحط لها ايه؟ زي الفل.
زي الشوربه. الشوربه خلاص احنا حطينا حمص الشام، طبعا حمص الشام اصلا مسلوق. اه تمام. والعدس بجبه انا نعامل بالليل فهو اخذ غلوتين واستوى. واستوى لازم يتنعمل بالليل، ما ينفعش ناخد غلوه عشان ناخد البهريز بتاعه في الشوربه. ما فيش مشكله. آه. انا بس علشان الوقت. آه. يعني هنا عشان الوقت. لكن لو انا في البيت انا عادي بغسله بس كده وبرحطه على طول، ياخد ياخد راحته بقى على النار. ما انا مش اشكال، انا ممكن اسيب الاكل ساعه ما فيش مشكله. بس انا شايف الميه قليله شويه بتاعه الشوربه، زودها شويه. اه ما انا هزودها دلوقتي. انا عايزه ايوان الكزبره الخضراء. اه تمام حلو. كزبره خضراء وبقدونس. اه حلو. اللي هي الخضره بقى كلها. آه. بس ما عدا الشبت طبعا. ولنا كان في سؤال جالنا من اخت نيل تقريبا. اه عجينه الكريب. انا عجينه الكريب يعني في ناس بتستخدم فيها بيض كتير. انا ما بحبش البيض الكتير، انا بحط فيها يعني اه بيضايه اتنين بكتير قوي، لان انا ما بحبهاش زفره. حلو تمام. انا بكره زفره البيض في الكريب. في الكريب عشان كده ممكن نتخلص منها لو احنا بنعمله حلو بنحط فانيليا. اه مش هساعدك انا. ما بس في الحادق. في الحادق نعمل ايه بقى؟ بنحط بهار ابيض، فلفل ابيض. يا سلام، حلو الكلام. انا بتعلم منك. وعصر ليمون او بشره ليمون. تمام. خلينا نعمل عجينه الكريب مع بعض. عجينه الكريب لما نعملها، لما نقول كريب يبقى هنعمل حلو، يا اما فراوله يا اما شوكولاته، يا اما نعمله بالقشطه، يا اما ناكله بالعسل. خلاص احنا عملنا العجينه، هنسويها في الطاسه. طالما استوت ممكن ناكلها بالعسل النحل، ينزل عليها كده وهي سخنه اوعى وشك. نعملها بالمربى جميله جدا، نعملها بالشوكولاته جميله جدا، نعملها بالقشطه جميله جدا، ناكلها ساده كده بس زي الفل جميله جدا، بالسكر البودر جميله جدا. حاضر. نعمل مقاديره ازاي؟ هنجيب الخلاط بتاعنا اللي موجود ده. ممكن تجيبي لي الخلاط دوت يا استاذه سالي؟ ايوه عشان كده انا بتسلم. هو نيه فين بقى خالص؟ هو نيه. اه ده هاتي لي بس الكوز بتاعه. الكوز. كوز؟ اه ايوه هو ده. هو الشفشق بقى. الشفشق ايوه. عصير موز باللبن. كل اللي بيسالوا على عجينه الكريب هي نفسها عجينه الكانانولي. اللي بيفرق الاضافات بتاعتنا. هنجيب الشفشق ده كده ونحط فيه كوبايه دقيق. حطينا كوبايه الدقيق. مع كوبايه الدقيق اربع بيضات. مع كوباية دي أربع بيضات. معاهم كوباية حليب. يبقى كوباية دي أربع بيضات، كوباية حليب. لغاية هنا ستوب. رشة ملح صغيرة. عايزينه كريب ولا عايزينه كانينولي؟ هنا الكلام. أنا هحطينا بقى حاجات. بيض ودقيق وحليب ورشة ملح. عايزينه إيه؟ كريب ولا كانينولي؟ قلنا كريب يعني حلو، يخش على طول في فئة الحلويات كلها. سواء بالعسل، بالقشطة، بالمربى، بالسكر، زي ما إحنا عايزين. هنا نحط بشرة ليمون وفانيليا عشان نتخلص من الزفارة بتاعة البيض، زي ما الأخت سالي بتشتكي من الزفارة. مع معلقة سكر في الخلاط والطاسة، ونعمل لنا 30 40 حبة ونوزع على الجيران والحبايب. طب عايزاه كانينولي، المحطة برضو نفس القصة، دقيق وحليب وبيض ورشة ملح. كانينولي يبقى نزود الملح شوية مع بشرة ليمون وفلفل أبيض او فلفل اسود، ولكن يرجح فلفل ابيض، وضربه في الخلاط بقى كانينولي. العجينه الكانينولي نفس طريقه السوا بتاعتنا، بس بتكون رقيقه شويه علشان الحشوه بنحشيها طبعا يا اما سبانخ يا اما لحمه مفرومه يا اما دجاج يا اما سي فود يا اما خضار زي ما احنا عايزين، مفيش اي مشكله. يا اما نعملها زي اللازانيا، ناخد عجينه الكانينولي ده مكان اللازانيا بالظبط، ويبقى ايه نسميها صينيه لازانيا. نعمل صوص بولونيز باللحمه المفرومه ونعمل بشاميل. ايه رايك يا سالي تقول لنا طريقه عمل البشاميل؟ انا تعبت. واضح انك شاطره في المطبخ. طب الشوربه والله والله دواني الشوربه دي، هاتي معلقه ودواها لي. قولي لي بقى الشوربه دي، هاتي عايز ادوق الشوربه دي، شوربه الحريره بحبها. هاتي جيب لك المعلقه. اه الله عليكي، تنا معلقه كده عشان نغيظ الاستاذه المخرجه. طيب. وناخد معلقه شوربه. قولي لي بقى طريقه عمل البشاميل تتعمل ازاي؟ ده البشاميل ده الله شلانة. ريحه القرفه الناعمه والعدس جامده قوي، والكزبره الخضراء. انت عارفه ان الكزبره الخضراء والكرفس ملك الشوربه؟ طبعا. طبعا. انا ما اعرفش اعمل شوربه خضار من غير كرفس. ده لازم. لا يمكن. هو الكرفس ملك الشوربه. جميل جدا. البشاميل بقى ده تسلم ايدك. جميله جدا. بس انا اقول لك على حاجه بقى. اه. دايما الاكله بيديها الجنسيه بتاعتها، دي شوربه الحريره المغربيه. اه. في المغرب يعملوا ايه؟ في اشهر المدن يعني. الشوربه طلعت من النار وهي بتغلي. بنجيب صفار بيضه، نفصل البياض عن الصفار، ناخد الصفار بتاعها ونضربها بالشوكه وننزل بيها في قلب الشوربه ونقلبها، عشان كده سموها الحريره.
بعد ما الصفار يطلع في الشوربه بتلاقي خيوط الحرير طالعه. اوعى وشك. لا لا انا اول مره في حياتي اسمع الموضوع ده. ده شيء غلط. لا لا اوعى وشك. خد يا باشا صفار حريره ليه؟ لان صفار البيضه بينزل على الميه المغليه وعلى الشوربه وهي بتغلي بيعمل خيوط حريريه، فكده سميت شوربه الحريره باضافه صفار بيضه في الشوربه. معايا اتصال يا استاذ كريستين. دنيا يا دنيا. دنيا ازيك يا دنيا؟ ازاي حضرتك؟ مساء النور. عامل ايه؟ كله تمام الحمد لله. اخبار حضرتك؟ بخير والله. تسلم ايديكم. النهارده الشرق والغرب. انا هاجي اكل بقى. تعالي اتفضلي. دايما يا رب يخليك. اتفضلي. عامل ايه؟ كله تمام الحمد لله. حضرتك عامله ايه؟ بخير. معايا الاخت سائل النهارده ضيفه عندنا. منوره الدنيا كلها والله. منورك. تسلم ايد حضرتك. لما بتقفش في المطبخ بتقول حكاوي حدوته. حكاوي بس. طيب. تسلم ليك على اي حاجه عامه. الله يبارك. اتفضلي. انا كنت عايزه اسال حضرتك على حاجه. عيوني. عايزه لحمه ضاني. ماشي. لحمه ضاني عندي. اسويها. تسويها. اجيب انهي حته بالظبط؟ وعايزه الخلطه بتاعتها علشان ما تبقاش ناشفه، وعايزه اسمع الفحم. حاضر. ماشي. بص يا ست الكل. اللحم الضاني دايما بتشتكي من الزفاره بتاعته. حط اي بهارات تخطر على بالك، بس لازم القرفه الناعمه للتخلص من زفاره اللحم الضاني. كده خير الكلام ما قل ودل، ونسمع كلام الكبير وقال لنا الوقت خلص. لازم الوقت، والوقت كالسيف ان لم تقطعه قطعك. احنا بنستغل كل دقيقه فيه. مدام سال ازاي؟ الحمد لله. وجهي تحيه للساده المشاهدين لحماتك. باي. حماتك اللي علمتك المطبخ. حبيبتي. ولا بشكرك يا حماتي. بشكرك جدا جدا. من خلال شاشه النايل لايف.